بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين السلام عليكم. معايا نبات جميل جدا، نبات بيعيش معايا كنبات داخلي ونبات خارجي، يعني ممكن يعيش معايا كنبات داخلي جوه المنازل والمكاتب، ونبات خارجي يعيش معايا في الحديقة عادي. النبات اللي موجود معايا نبات الشوفليرة. نبات الشوفليرة نبات بيحب المياه، ما بيحبش الأرض الجافة، ويحب الأرض الصرف الجيد، فعشان كده لازم يكون عندي صرف جيد. لو مفيش صرف جيد بنلاقي فيه ذبول او فيه ميلان في الورق. لو هو كنبات داخلي يفضل ان يكون في مكان ضوء فترة طويلة، ويفضل ايضا ان هو في فصل الصيف درجة حرارة عالية، يرش بالماء بالرزاز او برشاشة الماء على الاوراق، بحيث يدي اللمعان والشكل اللي موجود معانا في الفيديو كده في اللمعان. نبات الشوفليرة ممكن يصاب بالحشرة القشرية. لو عندي إصابة في النبات بالحشرة القشرية، بجيب قطعة قماش مبللة بالماء وبمسح الإصابة كويس، وبعد كده ممكن أرشه بمبيد المناسيوم يقدر على كل الحشرات اللي موجودة في النبات. نبات الشوفليرة نبات طريقة إكساره بتكون عن طريق التعقيل في فصل الربيع، وممكن عن طريق التعقيل أيضا في فصل الخريف. طريقة إكسار نبات الشوفليرة كالآتي: كنا بناخد عقلة تقريبا من 15 ل 20 سنتي بالطريقة دي كده، نبدأ لو عليها أفرع من الأجناب بنشيلها، تبقى معايا العقلة بالطريقة دي كده، كده جاهزة إن أنا أعمل لها عملية إكسار، كده جاهزة إن أنا أعمل لها عملية إكسار. وابدا اغرس حوالي من 4 ل 5 سنتي في الطمي كده بالطريقه كده، وبعد كده عملت الري. في المراحل الاولى ما نحطهاش في الشمس المباشره، نحطها في مكان دافئ، ولا نحطها في مكان فيه تيار هواء، عشان يبدا النبات يشتغل معاه ويبدا يطلع لي جذور في الطمي، ويبدا يطلع لي براعم صغيره في الساق. ده بالنسبة لنبات الشوفليرة الموجود معانا، اللي قلنا بيمشي نبات داخلي ونبات خارجي. لو قلنا لو في ان هو في اصفرار في الورق او زبول وتساقط في الاوراق، ده عن طريق جفاف التربة او الري المفرط زيادة عن حقه، او عدم الصرف في الاستاذ اللي موجود معاه اللي موجود فيه. ممكن يكون الاستاذ موجود فيه ما فيهوش صرف، بتقف فيه الماء كتير، فبعد كده بيسقط الورق بتاعه وبيحصل فيه الزبول. شكرا لحسن المشاهدة، كما شرفنا الاشتراك في القناة، نتابع مع بعض وصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم.